تو باش التمرين الثاني بالطبيعة لازم تكون عملت محاولة قبل ما تشوف الإصلاح دوك العملية الأولى عطانا فراغ مع ثلاثة تساوي سبعة دوك نعملو الكبير إلا الصغير سبعة إلى ثلاثة تساوي أربعة دوك لهنا أربعة العملية الموالية خمسة مع فراغ تساوي عشر. دوك الكبير إلا الصغير عشر إلى خمسة تساوي ثمانية دوك لهنا ثمانية العملية الموالية فراغ إلى خمسة تساوي تسعة دوك لهنا عندنا عملية طرح وعنا زوز عدد بحث بعضهم دونك باش نعملو الكبير مع الصغير، دونك تسعة مع خمسة أربعتاش، دونك لنا أربعتاش، العملية الموالية أربعة إلا فراغ تساوي واحد، دونك لنا عندنا عملية طرح أما عملي الأعداد مش بحث بعضها، دونك باش نعملو الكبير إلا الصغير، دونك أربعة إلا واحد ثلاثة، بالطبيعة إذا كان نجم تحسبها ذهنيا هذاك باش نحبو احنا إحسبها، العملية الموالية فراغ إلا ثلاتاش تساوي عشرين، دونك لنا عندنا عملية طرح وعندنا جزء أعداد بحث بعضهم. دونك باش الكبير مع الصغير دونك ثلاثاش مع عشرين تساوي ثلاثة وثلاثين دونك لهنا ثلاثة العملية أربعة إلا فراغ تساوي عشرة دونك لهنا الكبير إلا الصغير أربعة وعشرين إلا عشرة تساوي أربعتاش العملية المولية فراغ مع أربعة تساوي ستاش دونك الكبير إلا الصغير ستاش إلا أربعة اثناش فراغ مع سبعتاش تساوي تسعة دونك الكبير الى الصغير تسعة وعشرين الى سبعتاش قداش تعطينا تعطينا 12. دونك اثناش دونك عملية الموالية فراغ الى ثمانية تساوي عشرين دونك لهنا عندنا عملية طرح وعندنا زوج عدد بحث بعضهم دونك الكبير مع الصغير عشرين مع ثمانية ثمانية وعشرين العملية الموالية خمسة الى فراغ تساوي سبعتاش دونك لهنا الكبير الى الصغير خمسة وعشرين الى سبعتاش تعطينا ثمانية دونك هنا 8 العمليه الموالية 17 مع فراغ تساوي 35 دونك نعملو 35 الا 17 قداش تعطينا تعطينا 18 دونك هنا 18 نجم تحسبها عموديا واذا كان نجمش تحسبها يعني اذا احسبها عموديا عمليه الطرح باه العمليه الموالية 15 مع فراغ تساوي 61 دونك نعملو الكبير إلا الصغير واحد وستين إلا خمسطاش نحسبوها عمودية دونك واحد وستين إلا خمسطاش واحد إلا خمسة منجموش نحطو واحد منها واحد منها تولي حداش إلا خمسة قداش تعطينا تعطينا ستة وستة إلا اثنين تعطينا أربعة دونك ستة وأربعين دونك هنا ستة وأربعين باش نفس القضية دونك هكا نكونو كملنا تمرين الثاني.